أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أقوال الصحف من القدس دوت كوم. ما زالت الأزمة المصرية تسيطر على أبرز عناوين الصحف المحلية والدولية في أعدادها الصادرة اليوم الأحد. صحيفة القدس كتبت على رأس صفحتها الرئيسية: الحكومة المصرية تبحث اقتراحا لحل جماعة الإخوان، قوات الأمن تخلي مسجد الفتح من المعتصمين بالقوة، واعتقال شقيق الظواهري المناصر لجماعة الإخوان. الرئاسة المصرية: المصريون أكثر توحدا مما كانوا عليه من قبل. مقتل نجل مرشد الإخوان في الاشتباكات مع الأمن المصري. وتناولت الصحيفة أيضا فتح تصريحات أبو مرزوق: تهرب من المصالحة ومحاولة فاشلة لتضليل الرأي العام الفلسطيني. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: الأمن يسيطر على الفتح والحكومة المصرية تدرس حظر جماعة الإخوان. وفي عنوان آخر: الرئيس 64 عاما ونحن نعاني من الاحتلال ولكننا لم ننهزم ولم نتراجع. ونقرأ أيضا: إسرائيل تتابع بصمت الاضطرابات في مصر. الصليب الأحمر تعلب عن قلقها إزاء صحة 7 أسرى مضربين عن الطعام. وسقوط قذائف في الجولان وإسرائيل ترد. صحيفة الأيام كتبت على رأس صفحتها الرئيسية: إخراج أنصار الإخوان بالقوة من مسجد الفتح. الرئاسة المصرية: نواجه حرب استنزاف وسننتصر. وفي عنوان آخر: محللون قدرات الإخوان على الحشد تضعف وتوقعات بقدرة الحل الأمني على الحسم. وتحليل آخر يقول: إسرائيل قلقة من الاضطرابات في مصر رغم صمتها. وفي الصحيفة أيضا: مخطط احتلالي جديد، توسيع البناء الاستيطاني بالقدس بحجة حماية المباني من الزلازل. إلى الصحافة الدولية وصحيفة الشرق الأوسط السعودية أبرزت العناوين التالية: اعتقال قيادات إخوانية ومسلحين بعد معركة مسجد الفتح. خادم الحرمين يأمر بإرسال 3 مستشفيات ميدانية كاملة إلى مصر. وفي عنوان آخر: مقتل 11 مسيحيا في هجوم مسلح بريف حمص، واتهامات لجبهة النصرة. ونطالع في الصحيفة أيضا: روحاني السياسة الخارجية لا تصنع بالشعارات وهي المفتاح لحل مشكلات إيران. وأمطار ورياح وراء تعليق البحث عن 171 مفقودا في كارثة بحرية بالفلبين. أما صحيفة الحياة اللندنية فكتبت: مصر هدوء حذر وتوجه لحل الإخوان. السعودية ترسل 3 مستشفيات ميدانية. ضعف التظاهرات يظهر إنهاك أنصار مرسي. وفي عنوان آخر: رئيس الائتلاف الوطني أحمد الجربة يقول: لم أرشح إطلاس، وبشار منهار، وإيران تدنس سوريا، والأشهر المقبلة حاسمة. وتناولت الصحيفة أيضا: المعارضة تصعد على طريق مطار دمشق، مجلس التعاون يدين الاعتداء على الضاحية ويدعو اللبنانيين إلى الإسراع في تأليف الحكومة. ختام أقوال الصحف، أجمل تحية، وأترككم مع أبرز ما نشرته الصحف العربية والعالمية من رسوم كاريكاتيرية.